داخل هذه المؤسسة الواقعة بالمنطقة الصناعية شتوان بتلمسان والمختصة في صناعة الخيط الحبال وشباك الصيد، يتجسد رهان حقيقي للعنب الرحيل عمار الذي استطاع أن ينشئ هذه المؤسسة التي تعتبر الوحيدة على المستوى الوطني. هذه لعبت دور كبير في اقتصاد الجزائر وخاصة في ميدان الصيد البحري. نخدم هنا لفيلي ديباش لا ماي 600 800 400 200 ويجوا عندنا من عنابه من وهران مستغالي بنيصاب غزوات. ومن بين التحديات التي رفع هذا المستثمر منذ ما يقارب 30 سنة توفير كل الخدمات التي تسمح بتقديم النوعيات والجودة في هذه الصناعة الهامة. الشيء هذا تاع الصيد البحري خصه يكون موجود لخاطر البابور كان يرقد غالي، الواحد يبقى يستنى باش تجيب له حتى من اسبانيا ولا من ايطاليا ولا من فرنسا. المستثمر بالرحيل عمار نموذج ناجح في صناعة شباك الصيد الحبال والخيط على المستوى الوطني، وهو يسعى الآن إلى تطوير هذه الصناعة قصد دعم الاقتصاد الوطني التي كانت تتطلب صرف مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة لاقتناء متطلبات الصيد البحري.